الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار تتألق بفستان من إليصعب في عرسها، وشاهد كيف تأثر والدها ولماذا قبلت يد أصالة. تصدرت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار الترند هذا الأسبوع بعدما أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول عرسها وحفلة توديع العزوبية، وانتشر فيديو نال إعجاب الجميع وهو تأثر وبكاء والد جيسيكا بابنته. وتألقت جيسيكا بفستان زفاف أبيض من تصميم المصمم العالمي إلي صعب، وأقيم العرس في مكان فخم جدا بحضور العديد من النخب الفنية والإعلامية، منهم الفنانة السورية أصالة نصري، المصمم نيكولا جبران، والإعلامي نيشان، والإعلامي عادل كرم. وما لفت الجميع أن جيسيكا قبلت يد أصالة بطريقة عفوية، واحتفلت جيسيكا وزوجها بحفلة وداع العزوبية على أنغام أغنية مبروك لرامي عياش سابقا. وشاركت الممثلة اللبنانية نادين جيم جيسيكا برقصة خلال هذه الحفلة. يذكر أن جيسيكا تزوجت من محمد صوفان، وقد أثير الجدل حول هذا الزواج بسبب الاختلاف في الانتماء الديني، وانقسم الجمهور بين مهنئ لجيسيكا وزوجها، وقسم آخر عبر عن غضبه بقيام حفلة ضخمة في ظل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فيما علق البعض أن الأميرة ديانا وفخامتها لم تقم بعرس فخم كهذا.